بقيت تعلمت أول حاجة إنه تقتل حيوانات عدم أشياء وحيوانات تجرى برشة حاجات خايبة وما تنجمش توصل المسيرة نتاعها لينا هذاك علاش لازمنا نحنا نعاونوهم ولازمنا نحافظوا عليهم ونحاولوا نوعيوا العبيد أكثر يحاولوا يخفوا شوية من معناها التلوث والحاجات اللي يعملوا فيها باش ينجموا يحافظوا على الحيوانات هذيك خاطر الحيوانات هذيك ياسر مهمة في أي بيت دون أنا كيف حياة الكل لازمني ما نستعملش بلاستيك ما نطيش بلاستيك نعرفش وين يجي باش كان فما عش نتاع التورتور ما نعرفش عليه ونقسم الضوء كي نمشي للبحر نقعد في الليل نقسم الضوء اني انا ما عادش نطيش البلاستيك وما عادش نستعملهم كي نقص من شوية من استعمال البلاستيك صيادة ساعات ما يفبتش الشبك نتاعهم يعني عادي يهزوا في كين يهزوا برشا حاجات ومن بعد ما في رجعوا الماء يقعد تخليه عندهم تخليه حتى تموت كان شي حيوان يكون عصفور معليش باش نعيش حر دونك عسلامتكم انا اسمي حامد ملات اخصائي على في حماية السلاحف البحرية في تونس نخدم في مشروع بين الاتحاد الأوروبي وكلية العلوم بصفاقس على حماية السلاحف البحرية في خليج جابس وفي البحر بصفة عام اليوم مع بعضنا باش نحاولوا نعرفوا شنو ما السلاحف شنو ما السلاحف البحرية نكتشفوهم مع بعضنا علاش نحميوه في السلاحف البحرية شنو ما أهم المخاطر الخطر اللي نجم يهدد الحياة نتاعها ويخليها توصل مرحلة الانقراض وش قاعدة تعمل تونس معناها المجهودات اللي صايرة من الشباب والباحثين اللي يخدموا في العلوم وإلا الجمعيات اللي قديش من عام بدأت تخدم في الحاجة هذه وشنو قاعدين يعملوا تو وشنو ما أهم البلايس اللي نجم نشوفوا فيهم سلاحف البحرية دونك هذا الكل مع بعضنا ماذا بينا نسمع بعضنا أي سورتو نحبكم تسألوني برشا خاطر كل واحد ماذا بيه راح بعشر معلومات على سلاحف البحرية باش بعد كن تحكيوا لأصحابكم توصلوا لهم المعلومة علاش نحميوا في السلاحف البحرية وقيمتهم خاصة هالفكرونة هذه متاع البحر علاش نحميو فيها وأهم المخاطر وين نجم نشوفوها في تونس وتنجم راهو من هنا للصيف الجاي ننظموا حاجة مع بعضنا الناس كل ونشوفوا الفكرة متاع البحر دونك هذا اليوم مش نعملوا مع بعضنا أما نحبكم تسألوني معنا أي سؤال يجي على بالك ما تقولش يضحك ولا ما يضحكش أسأل وأنا نجاوب واضح؟ قبل ما نبدأ ونحكي له على السلاحف ما نمشوش البحر سلاحف البحرية أنت بصفة عامة شكون عنده فكرة على الفكرونة؟ ريتش فكرونا قبل فين ريتها في دان فكرونا نتاع البر الناس كلنا نعرفوا هذيك باه والفكرونه البحر شكون راه قبل في التلفزه لا مش في التلفزه وين ربيتوها في اكواريوم قلت لي فما واحده مربينها في الدار هكا ولا باه مربينها في اكواريوم نمشي نقول القايل بعد ما حكينا هذا كل هي سلحفات ما دام يتعون في الماء دونك هي سلحفات بحري اما فاش تعمل في الماء الحلو دونك عاوز نعطيك معليش نحن نعرفوا تو كنا نحكيهم بكري فما سلاحف بحريه وفما سلاحف بر بريه فما نوع اخر ثالث سلاحف المياه العذبه لي تورتو دو دوس دونك عندنا البريه والبحريه وسلاحف المياه العذبه اللي نلقوهم خاصه في الانهار وفي الوديان الفرق اللي لازم نكبتيوه اللي هو واحد يمشي على الأظافر ولا المخالب اللي هي البرية واحد النوع الثاني البحري اللي هي تعوم بكل زعانف الكبيرة وبالنسبة لسلاحف المياه العذبة تمشي صحيح بالمخالب لكن بين المخالب فما غشاء كي تحلو تحت الماء يخليها تعوم واضح به خلينا نمشيو توا للسلاحف البحرية سلاحف البحرية حسب توا حكينا على السلاحف بصفة عامة ثلاثة أنواع ثلاثة عائلات عندكمش معلومة حسب رأيكم قديش من نوع متاع سلاحف البحرية كهو ايه قديش من نوع سمعتوا هيش كلمة قبل لا مش اعداد نوع نسمع اعطيني رقم ستة سبعة عشرة اعطيني رقم ثمانية عشرين ستة سبعة احسبوا ايه صار تريتها وانا قلت مين نعرف يعطيك الصحه فما سبعه انواع نتاع سلاحف بحريه مهمه برشا المعلومه هذه كبتيوها عندنا سبعه انواع
تاع سلاحف بحريه، مش نحكيوا عليهم فيسع فيسع على الانواع الموجودين، لكن في البحر الابيض المتوسط فما ثلاثه انواع فقط. نعطيكم معلومه، وقتاش نقولوا انه السلحفات هذه موجوده في البلاصه هذيك، وقتاش نقولوا ماهيش موجوده. وقت اللي نقول لكم فما ثلاثه انواع، يعني في البحر الابيض المتوسط يبيضوا على الشواطئ ولا على سواحل البحر الابيض المتوسط، دونك النوع هذاك عندنا، والا يجيو الاماكن اللي يتغذاو قريب، معنا في البحورات ولا في الخلجان، يعني جمع خليج كما عندنا في تونس، خليج جابس وخليج الحمامات. دونك يجيو باش يتغذاو ويعديو فتره الشتويه، تو نعرفوا علاش من بعد يجيونا في الشتاء، خاصه خليج جابس اللي يبدا من المهديه حتى الحدود الليبيه، واضح؟ دونك يجيو للاكل والدفء. فما كلمه تقول ما نقولش يجيو، شو نقولوا نورمالمون؟ يهاجر، صحيح. دونك سي تان انيمال ميغراتور، حيوان مهاجر، والهجره خاصه للدفء والاكل والتكاثر، واضح؟ دونك انا ثلاثه انواع في البحر الابيض المتوسط، اللي هما النوع هذا اللي هو اكبر فكرونه تاع بحر موجوده في العالم، واللي تنجم توصل قد الطاوله هذه اللي قاعدين عليها، هاي الكحله تتسمى، والوحيده اللي ما عندهاش الشكل اللي نعرفوه تاع القوقع العاديه، تحسوا جلد تمساح فيه خمسه خطوط كبار، كحله وفيها نقاط رماديه وبيضاء. الفكرونه هذه 90% من الاكل نتاعها، من ريجيم اليمونتير نتاعها، هم الحريق، اكثر نوع ياكل حريق، واضح؟ تشدوه في ظهر، تشدوه في مخاخنا، النوع هذاك اللي في الوسط اللي تشوفوا فيه توا في كل التصويره، هذاك هي السلحفات جلديه الظهر، سلحفات جلديه الظهر. عاود باش تقعد في المخ، تنحطوا على الانواع الموجودين في البحر الابيض المتوسط، الظهر، خاطر ظهرها مش قوقعة كما نعرفوا الاخرين، الباقي الكل الست انواع الاخرين درقيق، شوفوا اللي هما عندهم قوقعة، واضح؟ سديناه النوع هذا، وش قلنا الخاصيه نتاعو؟ هو كبير برشا، و90% من الريجيم اليمونتير نتاعو، يعني من الاكل نتاعو، هي الحريق، يحب برشا الحريق، وما تفاجئوش راهي كبيره برشا، اما راهي ما تهاجمش، واضح؟ اما هذه تدخل لنا من المحيط الاطلسي، من مضيق جبل طارق بين المغرب واسبانيا، باش تاكل توصل حتى الخليج جابس، تعدي الشتاء غادي تاكل، وبعد تعاود تهاجر من نفس البلاصه باش تبيض في السواحل الافريقيه ولا سواحل، المهم اي ساحل تابع المحيط الاطلسي. النوع الثاني الموجود في البحر الابيض المتوسط اللي هي السلحفات الخضراء، اللي نشوفوها هنا هي صحيح ماهيش خضراء، اما اسمها خضراء نقول لكم علاش، اللي هي جرين سي تورتل ولا لا تورتو فيرت، ها وين صبع هنا ريتوها، هذيك تتسمى السلحفات الخضراء. حسب رايكم علاش اسمها خضراء وهي لونها مش اخضر؟ الكغبس بتاعها اخضر؟ لا تكبر صحيح. السلحفات الخضراء تسميت على الريجيم اليمونتير نتاعها، يعني طريقة الأكل نتاعها. خضراء خاطرها هو حيوان عاشب، ياكلك الطحالب والحشيش تاع البحر. دونك هيك علاش تسميت حيوان عاشب. هذه موجودة في زادة في البحر الأبيض المتوسط، وتبيض خاصة في السواحل الشمالية تاع البحر الأبيض المتوسط اللي هو يتسمى الميديترانيان سي، خاصة في شير تركيا، قبرص، اليونان، وشوية لبنان وسوريا. خاصة الشرقية متاع البحر الأبيض المتوسط. دونك هذا النوع الثاني اللي هو اسمه سلحفات الخضراء. دونك عندنا الأولى اللي هي جلدية الظهر، وعندنا الثانية اللي هي سلحفات الخضراء، اسمها أنو اسمها خضراء على خاطر قلنا هي تاكل برشا حشيش عاشبة. والنوع الثالث اللي عندنا منه في تونس ونخدمنا عليه برشا، شكون يعرفوا؟ أنت شو تقول؟ أوليف. لا انت ايش تقول؟ خلي كامبس غادي فلات باك. لا امين طلع اي انا نوع اللي عندنا فيسه 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 هيا لوغر هيد تورتل، اللي هي السلحفات بالعربي ضخمه الراس، وبالفرنسي هذه نحبكم تركزوا فيها خاطر مش نحكيو برشا عليها، خاطر هي نخدموا عليها برشا في تونس. دونك اللوغر هيد سي تورتل ولا اللوغر هيد تورتل شوفها هنا، انا حتى كي تشوف تقارن الروس راسها كبير، هذا كان سميت اللوغر هيد، السلحفات البحريه ضخمه الراس، لا تورتو كاوان. دونك شدوها برشا المعلومه هذه، السلحفات البحريه ضخمه الراس. دونك السلحفات البحريه ضخمه الراس موجوده برشا في تونس، اش معناها؟ معناها تبيض على شواطئنا، وموجوده برشا في خليج جابس،
وقاعدين نخدموا عليها توا برشا، يعني من اخر التسعينات وسط التسعينات، معناها سنه من عام 90 حتى لتوا، والخدمه قاعده تتطور برشا على الكوان اللي هي السلحفات البحريه ضخمه الراس. باهي، الانواع الاخرين اللي هما اللي تراو فيهم الفلات باك، علاش سميت فلات باك؟ عطوا نرجعوا بعد الكوانه ما هيتنا فلات على خاطر ظهرها، خاطر نعرفوا نحن السلاحف البحريه تشوف الفورم هنا تحس انه مقوقعه، يعني هي اسمها قوقعه وهكا تحسها بومبي شويه. بالنسبه للفلات باك اللي هي ادوبلا بالفرنسي، ظهرها مسطح ولا مسطح فلات؟ فلات. فما عطوا نجيو للوليف ريدلي، فما الكامبس الكامبس ريدلي تورتي دو كامب، وفما الهاوكسبيل. الهاوكسبيل اكثر وحده مهدده بالانقراض، شوفها هاي هذه، فما صور ما تشوفوهم حتى في الانترنت، كي تحط الهاوكسبيل تشوفوا ان القوقعه نتاعها تلمع. شو يعملوا؟ تو نحكيوا على المخاطر من برا، نحيوا القوقعه نتاعها، يقتلوها، يكسروا القوقعه نتاعها ويعملوا بهم سلاسل وشناشن وحاجات كما هذه اللي هي تزين وتباع، بس وين غاليه برشا، كما يعملوا مع جلد التمساح وجلد النمر. دونك هذه من الحاجات هذه مغالطه، والحاجات هذه قاعده تهدد في برشا حيوانات، اللي هو الاستغلال الفاحش للسلاحف، هي للسلاحف وللحيوانات، الاغراض معناها تاع فلوس وبيعان وحاجات كيما هذه. دونك هذه اكثر نوع مهدد بالانقراض. بالنسبه لي نحن نحكي عليها زاده شويه، ما عندناش منها نحن في الميديتيراني، يعني في البحر الابيض المتوسط، اللي هي التورتي اوليفاتر الزيتونيه، جاي من كلمه زيتون، خضراء كيما لون الزيتونه قبل ما تطيب بالضبط. هذه عندها فينومين لتو اللي فهمناه، اللي عملوا في البحث العلمي فهموش. في كوستاريكا في ليله من ليالي اوت، خاطر نعرفوا السلاحف راهي البحريه تخرج تبيض في اوت، سامحني في الليل. دونك هذه فجاه بين 3000 و 4000 فكرونه من المغرب يخرجوا كما نقولوا توا الغدوه الصباح وما يبيضوا فرد وقت. يتسمى الفينومين معروف الريبادا لا ريفاج، مع كيك من توا اللي فهمنا الكونسيبت شنو بالضبط، توا اللي فهمنا شنو صاير، اما قاعد معناها الدراسات تتقدم بشوي بشوي باش نفهموا علاش، لكن فما هذوما زملائنا في العالم الاخر، يعني في في خليج، خاصه في خليج من المكسيك قاعدين يخدموا برشا على الحاجه هذه. السلحفات البحريه ضخمه الراس لونها مارون، وفي شويه اصفر في الاجناب، يعني في تحت رقبتها وفي النجوار، يعني الزعانف تاكل. هي النوع هذا لحم عكس الخضرة، خاصه تاكل القشريات. شنو هما القشريات مثلا؟ سلطعون، قشريات قلنا القشريات، سلطعون، والكيف الكروفيت، هذوما تسميهم العائلة القشريات. تاكل زادة الاسماك كيما السردينه وكيما الاحت، فهمت؟ وتاكل زادة راهي هي صحيح الاخرى تاكل 90% حريقه، اما زادة هذه تاكل حريقه، واضح؟ اما هذه تنشدوا المعلومه اللي هو حيوان لاح، واضح؟ متفاهمين في الحاجه هذه. في تونس هل اللوجر هيد عندنا بلايص تبيض فيهم، وعندنا بلايص يصير في نشوفوها فيهم، اللي هو خليج قابس باش قلنا تو هاجر للماكله والدفاء والتزاوج، واضح؟ مش كان هي، فما انواع اخرين يدخلوا خاصه للشاركس، يعني القرش البالان يجيوا حتى الخليج قابس راهم ويعديوا الشتاء غادي. علاش يجيوا حسب رايكم؟ قلنا على الماكله والدفاء، خاطر السلاحف البحريه من عائله الزواحف. وش يقولوا على الزواحف؟ فما كلمه يقولوها دمهم العكس بيرد. شو معناها دمهم بيرد؟ هذا نكونوا علميا كيفاش نحكيوا على حاجات. نحن الجسم نتاعنا كي في البرد ولا في السخانه ديما يحاول يستحفظ على السخانه نتاعو. قداش سخانتنا نحن؟ 37 بين 36 ونص 37. اذا هنا عندنا موانفا اقل من 20 درجه باش يكون بدنهم 20 درجه اقل من 20 درجه، واذا عندنا اكثر من 40 درجه بدنهم باش يكون اكثر ما يتاقلمش، بالعكس معناها بدنهم يتاثر نحن بدوناتنا نتاقلم. وفما ليميت، يعني حد الاقصى والحد الادنى اللي نجم كي تنقص ولا تفوتو يقتله. هيك علاش في الشتاء يجيو من شمال البحر الابيض المتوسط ويجيو للجنوب خاطر ادفى، خاصه في خليج قابس، واضح؟ هيك علاش الدفء مهم برشا للسلاحف البحريه. متفهمين فيها علاش يهاجروا؟ حسب رايكم بعد ما حكينا هذا الكل، شنو اهم المخاطر اللي مسببين خطر الانقراض بالنسبه للسلاحف البحريه؟ وسخ. وسخ يعني تلوث، بوليسيون، ساشيات، بلاستيك، بلاستيك، قريب، زخمة صانع، ديشي بصفة عامة،
يحلوا كلبي ويعفصوا عليهم العبيد. صحيت صحيت، يعفصوا على العظام والا ينزلوا على العشب ما في قشبي، فماش حاجه اخرى مخترخ به. اللي قلتوه كله صحيح. الحيوانات يا اخي صقورك رحمة هذيك ما تنجمش، اما هذيك طبيعيه مخاطر طبيعيه، هذيك داخله في التوازن البيئي، فما مفترس وفما فريسه وهذيك تابعه المنظومه البيئيه، يعني هذيك التوازن شعنا فيها. تو نتحدثوا على المخاطر اللي سببها الانسان. للاسف انه سبب المخاطر هو الانسان، واضح التصرف الغلط نتاعو في الطبيعه. التصويره هذه فيها شملت المخاطر الكل اللي تهدد السلاحف البحريه وتخليهم في. تو نتحدثوا اون جينيرال، ما عادش نتحدثوا كان على الكوان، ما عادش نتحدثوا على السلاحف ضخمه الاسكاها، نتحدثوا على سبع انواع. هذم اهم المخاطر. عندنا اللايت بولوشن اللي حكينا عليه، اللي هو الضوء يهرب خاصه الانثى اللي هي باش تبيض، واضح؟ وخسرنا برشا بلايص اللي كانت فيهم نيديفيكاسيون موجوده. نيديفيكاسيون معناها تعشيش، هرب. عندنا دوكس معناها بصفه عام هما الحيوانات اللي ربيوهم واللي بربشوا، يعني الكلب يسيبوهم يلعب في الشط ويشم، دونك بار كيوريوزيتي، يعني مش يمشي يلوج ويبدا يحفر ويطلع ويفسد العش. للاسف العش اذا سيطر دم ما عادش يتمس، اذا ردمته الانثى وسيبت دونك تحميه تحط حاجه بحذاه وكهو. اما كان مش تحله مره اخرى ولا ثم سبب يخليه يتحل، خسرنا عمليه الامبريون، يعني الجنين ما يموت ما يكبرش، واضح؟ دونك علاش كتبوا دوكس؟ الحيوانات الأليفة هذو خاصة كيما الكلب حاشاكم اللي يحفر ويطلع العظام. عندنا البوت سترايكس معناها ساعات لا ضربة تاع البطو، خاصة كي تضربوا على القوقعة نتاعو، أول عضو حياتي يعرض الكراباس كي تكسر هي الرئتين. دونك كي تكسر الكراباس تكسر القوقعة، الرئتين يدخل لهم الماء وتتخنق وتموت. الليجل بوتشينج معناها التصرف الغير رشيد في الحيوانات هذه. ايش معناها غير رشيد؟ معناها اللي يصطادوها الاغراض العادات والتقاليد. مثلا قبل كانوا يصطادوها كي توحل باش معناها يذبحوها وياكلوا الحمى، يقولوا انه يمرض عفوا يداوي، وهي طلعت غالطه الحكايه، ما يداويش الحمى الفكرونة، بالعكس يمرض كي ناكلوه نحن. والا يستعملوا الظهر نتاعها القوقعه نتاعها باش يعملوها دوح، حطوا صغار ويبدا يعمل بيها هكا. دونك التصرع قبل ما كانوا يعرفوا، نحن نعملوا على بعضنا وعلى الشباب هذا الكل باش نبدلوها الافكار هذه، واضح؟ دونك الليجل بوتشينغ معناها العادات، خاصه العادات والتقاليد اللي كانت قبل تاثر برشا على الحيوانات، مش كان على الفاكرونا بصفه عام. عندنا الباي كاتش، مكتوب كلمه باي كاتش اللي هو الصيد العرضي بالشبكه، الشباك. الصيد العرضي هما فماش حتى نوع شباك خاص باش يشد الفاكرونا له. اما هو مثلا هذه اذا تخيلنا هذا البط وراه الشبكه وهنا عنده حوت، دونك شو باش يعمل هكا؟ وهي قاعده تاكل في حوت، شو يعمل؟ باش تتشد. واذا ما طلعتش في الوقت شو باش يصير الفكرون؟ خاطر لازم تطلع تتنفس، واذا ما طلعتش تموت، تتخنق وتموت. دونك من اسباب اللي تخلي الفكرونه تموت هي الشباك، شباك الصيد، واضح؟ وقاعدين توا نحاولوا بشوي بشوي انه نوريو البحاره كيفاش يخلص الفكرونه كي تحلوا بالغلط باش يمنحها وسيبها في البحر وترجع تفيق معناها ويمنحها. دونك داخل هذا في خدمتنا، باش نحكيو شويه. دونك اخر حاجات البلاستيك، وما ادراك ما البلاستيك. في بالي بحريقه وتاكلوا. اقوى اكزومبل، اقوى اكزومبل عطوت. دونك شو تخيل هي؟ تخيلها الحريقه، ساشي حريقه ولا ماكل، يعني دونك كي تاكلها اش مش يصير لها في كرشها؟ مش تسكر التسمم، نوع من التسمم، تتخنق كرشها، يعني ما عادش نجم تاكل وتموت، خاطر هي ساشي تاع بنك ترونسبارونت شفافه. والحريقه كما نشوفوا هنا، شوف ها الكومباريزون، كي نشوفوا هنا نلقاو انه اللون نتاع الحريقه ونتاع البلاستيكه يعني ساشي نفسه. دونك هي كي مش ترى ساشي تعمل هكا في البحر مش تتخيلها. ايش في بالها حريقه تاكلها تتخنق؟ نحن في البحث العلمي خاصه نجيبوا الجثث نتاع الفكان اللي تموت ونشرحوه، خاصة باش نشوفوا واش عندهم في المعدة نتاعهم. سبب الموت. سبب الموت. على 10 فكير نلقاو بين 7 و 8 عندهم البلاستيك في كروشة. هو السبب الرئيسي وقتها الوفاة. هاك الساشيه اللي نقولوا ما يساشيه هي بربي، نعمل هاك نلوحها. 80% من أي حاجة تتلوح في البر تمشي تلقاها في البحر. فما قارة كاملة
أربعة ولا خمسة مرات قد فرنسا موجودة في في المحيطات في التقاء المحيطات قد قارة بالضبط. كلها زبلة. كلها زبلة. كلها بلاستيك. البلاستيك مع الوقت بيش يتحل. كي يتحل تأكلوا الحوتة نأكله نحن في قوش برواحنا. وإلا يتبخر في الهواء نشموه ويسبب برشا أمراض. دونك ردوا بالنا خاصة البلاستيك لو ماكسيموم باش نحميه روحنا ونحميه البيئة متاعنا. آخر بوان اللي هي الانحباس الحراري شكون سمع به؟ الانحباس الحراري. هذه كنت تقرأوه تفهموا أكثر اللي هو نتخيلوا هذه كور الأرض والغازات اللي تسيب من المعامل واحد تعمل كوش. دونك السخانة كي تهبط تتحسر والسخانة تبدأ تزيد 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 وتكثر التسونامي وذوب الآيسبرغ هذاك متاع القارات المتجمدة وكارثة كبيرة. كيفاش يأثر على سلاحف البحرية؟ كي تزيد الماء منسوب المياه باش ياكل برشا شطوط اللي هي تبيض فيهم. واضح؟ دونك هذيك من الحاجات اللي تخلي زادة تأثر على السلاحف البحرية. أما راهو الكلايمت تشينج ولا الانحباس الحراري باش يضرنا نحن قبل. واضح؟ دونك هذوما المخاطر في تونس. شو عملنا باش نقصنا المخاطر هذه؟ مخاطر قدمنا برشا نحن في حماية السلاحف البحرية. من آخر من وسط التسعينات بدات برشا خدمة على السلاحف البحرية في تونس على خاطر كثر برشا الاصطياد نتاعهم والاستغلال نتاعهم بالغلط وكثرت المخاطر. فما برشا أطراف دخلت في حكاية مساعدة الحيوانات البحرية من بحث علمي من جمعيات من حتى من صغيرات كيما هكا واللي هما يحميوا السلاحف البحرية. أول حاجة كانت إنشاء أول مركز لرعاية السلاحف البحرية المصابة في المستير ظهر لي عام 2000-2001 حاجة كيما هكا في معهد علوم وتكنولوجيا البحار في المستير. هذا المعهد هذا مختص في دراسة العلوم البحرية في تونس الكل منهم السلاحف البحرية. ومن بعد بدأت المتابعة العلمية في جزر القورية خاصة اللي هو السيت اللي ديما تصير فيه عملية التعشيش بين منظمة اسمها راكسبا وبين لينستيام اللي كنا نحكيوا فيها اللي هي معهد علوم وتكنولوجيا البحار وبين الوكالة حماية وهي شارة الساحلي. خلينا نقولوا هذا مش كبتيهم لسامي أما يسالش. هذوما خدموا سنين الأولى على حماية السلاحف البحرية. بعد جاءوا الجمعيات وكثروا الجمعيات اليوم في تونس وقاعدين يخدموا في خدمة كبيرة على حماية السلاحف البحرية. منهم حتى نحن من الجمعية نحن بحث علمي من كلية العلوم صفاقس هاك تراو تريكو ليبسو متاع فيه فكرونا. هذا مشروع يخدم زادة على حماية السلاحف البحرية وزدنا سنتر آخر جديد. كان عندنا المركز في مستير فما مركز آخر صار تأسيسه سنة في صفاقس. دونك مستير حتى للنور الشمال يخدموا على البارتي ذيك الكل يمنعوا السلاحف يجيبهم غادي باش نحن نتعاونوا مع بعضنا نحن من صفاقس وإحنا راجعين حتى الحدود نحن نمنعوا السلاحف البحرية. وانا من هنا نستدعاكم ونقول لكم وقت تجي الفرصة وتجيوا لصفاقس زورونا ويجيوا شوفوا السلاحف البحرية شوفوا حاجة أخرى يعني مراحل إعادة تأهيل السلاحف البحرية. شو معناها؟ أنا كنت جي مضروبة شو نعملوا لها؟ داويها. أي أدوكم يجيوا شوفوا يجيوا داويوا انتوما وشوفوا السلاحف البحرية وبعد نعاودوا نسيبوهم سيبوهم في البحر. دونك المجهودات هذه الكل منعت برشا السلاحف البحرية الحق وقاعده تقدم برشا في تونس المجهودات هذه. اما زاد نعاولوا عليكم انتوما خاطر مش تاخذوا علينا المشعل نهار اخر كل كسوه السلاحف ولا غير السلاحف. اما نحب القاعده هذه انه نشدوا المعلومات على السلاحف البحريه واللي نتلاقوا اكثر بالبيئه نتاعنا حتى من بيتي نحاول نقص الماكسيموم استعمال البلاستيك. هذه اول خطوه نعملوها وديما لوج انا غرامي وانا صغير بديت معناها نتفرج في البرامج تاع الحيوانات معناها بشوي بشوي نلقى روحي مغروم. وانا قلت لكم انا صغير نتفرج برشا في الديسانيمي تورتي نينجا سلاحف النينجا ربطتها بالغرام بديت بشوي بشوي مع قرايتي دونك وصلت اليوم نخدم على حمايه السلاحف البحريه. انا دونك نحبكم كما تعلمتوا اليوم السلاحف البحريه كما اليوم حاولوا نطبقوا حاجات تهم البيئه نتاعنا ما نلوحش. اكبر حاجه واهم حاجه انه ما نلوحش البلاستيك وين يجي هذه اهم حاجه. من بعد بشوي بشوي نفوض نستعملوا نحن ساشي بلاستيك شبه القف ثم اللي دخلت هالبلاستيك واحد ولت برشا مخاطر وبرشا للاسف كل سواء على الحيوانات ولا علينا نحن. هذيك علاش انا فرحان برشا اللي قعدنا اليوم ودردشنا شويه على السلاحف البحريه برشا مش شويه. وانا راه كي نحكي على السلاحف البحريه نقعد الغدوه وما نسكتش. دونك حكينا على البلاستيك دونك في هذه شو مكتوب هنا؟ بلاستيك احميني منه. البلاستيك احميني منه علاش؟ خاطر فكرونا كي ترى البلاستيك شو بيصير لها باش تاكلو باش تاكلو وتموت. هذا ماهوش معمول بالبلاستيك يعني نجم نقضي به نجم نحط فيه اي حاجه قماش فيه
هذه هانو فما شويه شنو نوريكم فازه مثلا هنا البحاره شنو نعملوا لهم نفرقوا لهم هذم انا فما كي يلقى فكرونا واحنا في خيط شي عامل لها ينحها ويرجعها واذا ديخه يغطيها بحاجه مبلوله وكي تفيق ويخذها هكا وعاود يسيبها وانا فما تصوير شنو نعملوا باش نتبعوا نحن قلنا محاول مهاجر نجيو هنا ونحطوا جي بي اس ونقعد نتبعوها وين تمشي ونجي وهذا مهم برشا باش نعرفوا وين تمشي ونجي انا اهم البلايص اللي تعيش فيهم وباش من بعد كل واحد عنده بورتكلي باش كي تعرضي نهار اخر وننسى الوجه والعاج تقولي هاو دونك البورتكلي هذا زاد كله ايكولوجيك ما فماش بلاستيك باش نستحفظوا على الانفيرونمون تاعنا حاجات بسيطه اما تقعد ديما تفكرنا بالهدف نتاعنا واضح دونك انا ما عادش انا جيت اليوم وحدي نحمي على السلاح في البحريه باش نروحوا لنا سبع انواع سبع عباد كما السبع انواع نتاع الفكارن نحميو السلاح في البحريه واضح باهي كل واحد عنده سلاح كهو